واحساسك بالخوف ان شايفه ان الخوف ده شعور ايجابي ولا سلبي يعني في افكار في الخوف مختلفه في مثلا مثل بيقول لك من خاف سلم اللي يخاف دايما يبقى ماشي مظبوط ودايما هو ماشي في الامان وفي ناس تانية شايفة انه الخوف ده بياخد من طاقتك، لا جمدي قلبك وادخلي واعملي وجربي، وايه يعني لما تفشلي؟ هتفشلي وتتعلمي، مش لازم تخافي، أنتِ شايفة الخوف إزاي من وجهة نظرك؟ الخوف بنسبة صحي بنسبة تنما يس yes. بس لما بيزيد بيبقى مرضي، بيبقى الخوف مرض. اللي يخليك ما ترميش نفسك في التهلكة ده كويس، صح لكن الخوف اللي يمنعك إنك تخوض تجارب الحياة ده مؤذي جدا، مم. بيخليك عايش أنت مجرد روح موجودة من غير خبرات من غير أي حاجة لأن أنت مرعوب إنك لو دخلت حاجة تفشل أو مرعوب إن أنت تتوجع أو مم. تتجرح أو أو أو, أو. مم. فالخوف ممكن يمنعنا من حاجات كتيرة قوي حلوة مم. فكره الفرصه الثانيه وماذا لو انا عندي بامكاني اني اعمل ريوايند وارجع الشريط لو خمس ثواني كمان وما كنتش قلت اللي انا قلته وما كنتش عملت اللي انا عملته او كنت قلت حاجه ثانيه او كنت عملت حاجه ثانيه ماذا لو كان عندي الفرصه الثانيه شرحتيها ازاي وفكره الفرصه الثانيه دي تفتكري ان هي لو في حياتنا الحقيقيه بقى موجوده كنا هنستفيد منها أه الحاجة كنا هنندم برضه عليها وكنا هنتصرف برضو غلط. الحاجة لما بتبقى أوبشن أه ما بتبقاش مبهرة، يعني أه. أنا لو دايماً عارفة إن أنا عندي أوبشن إن أنا أرجع خمس ثواني لورا مش هبقى مهتمة أصلاً. هقول أي حاجة وهعمل أي حاجة. عارفة إني هرجع. وهريوايند. آه. عادي جداً، ولا إن في حاجة. أيوه. بس الفكرة كلها إن هيجي وقت لأن أنت اللي قلته ده أكيد صادر من جواك، يعني اللي أنت قلته ده هو. حاجه جواك ممكن اتقالت بطريقه غلط او في وقت غلط بس هي حقيقيه م. فهيجي وقت تندم ان انت ما قلتش كده اكتر م. من الوقت اللي انت ندمت ان انت قلت كده يعني انا مؤمنه ان احنا بنندم على السكوت اكتر كتير ما بنندم على الكلام